العلاقه ما زويناش بزاف، ولكن كنتمنى نتصالحوا مع الرياضه انا وهناء. الحمد لله كنبانوا ناس اننا سبورتيف، ولكن في الحقيقه لا، مره الا كان عندنا وقت كنحاولوا اننا يعني نديروا شويه السبور لانه مفيد لنا ومزيان لنا حتى في العمل ديالنا. الحمد لله صافا، انا وهناء رجعنا للدراسه من بعد واحد الغوبتور اللي هي شويه طويله. كان في الاول صعيب علينا اننا نتاقلموا عتاني نبدلوا العقل ديال الفن والاضواء، يعني لا ستابيليتي اللي هي الدراسه ولو ستريس ديالها، هي عندها ستريس تري سبيسيال، لكن الحمد لله عاود عتاني تاقلمنا. ان شاء الله انا وهناء غنبانوا المغاربه هذه المره من مصر مع واحد الفنان، يعني غيكون واحد لو تريو اللي هو بالنسبه لنا تجربه جديده اللي غتكون لاول مره من انتاج، ماشي انتاجنا، من انتاج جاكو. كنتفائل بهذه التجربه هذه، لانه اولا ديجا لو فيت انه يكون واحد المزيج انتر الموسيقى المصريه والمغربيه العريقه، فانا كنشوف هذا سي ميلونج ديال الثقافات، وهذه غتكون شي حاجه زوينه ان شاء الله. اللي زوين انه غتعطى المهام الناس عندهم خبره وسابقيننا وكيفهموا المجال اكثر. كنفهموا مي تبارك الله، غنعطيو الناس عندهم حرفيه كبيره، وانا كنامن بالشغل ديالهم وكنامن بلي فالور اللي عندهم. يعني كندوي على منتج، يعني حنا يعني كنشاركوا بزاف الحوايج، دو الاغنيه غتكون اضافه لينا لانه تريو فيه مصر مغربي، يعني وكل التجربه كلها ان شاء الله كنتمنى تكون فال زوين علينا ان شاء الله. ميرسي.